انضموا إلينا من خان يونس مراسلنا حازم البناء. حازم بالطبع تطورات كبيرة وكثيرة، أبرزها خروج كثير من المستشفيات في شمال قطاع غزة من الخدمة. كيف يبدو الوضع الإنساني الآن حازم؟ نعم، تحية لك ماجد. غزة إن صح التعبير يمكن أن نقول بأنها أصبحت مدينة معزولة ومنكوبة، وتحيط بها العديد من المخاطر والكوارث أيضا. ما يجري عمليا على الأرض هو حالة حصار مطبق على جميع محاور القطاع غزة من جميع الاتجاهات، وهناك تواصلا عمليا للغارات الإسرائيلية التي تضرب في محيط هذه المحاور التي يتقدم فيها الجيش الإسرائيلي للتغطية بطبيعة الحال على القوات الإسرائيلية المتوغلة، ولأيضا استهداف أي من الجيوب المقاتلين أو المسلحين الفلسطينيين من حركة حماس أو من فصائل أخرى، فضلا عما يجري عمليا في محيط هذه المشافي التي تحاصرها الدبابات الإسرائيلية، مستشفى الشفاء ومستشفى القدس في غرب مدينة غزة، مستشفى الأندونيسي، إضافة إلى مستشفيات في وسط المدينة مثل مستشفى الرنتيسي الذي جرى إخلاؤه بالأمس من جميع الطواقم الطبية. وعمليا ما يجري في محيط مستشفى الشفاء ينذر بكارثة بحسب يعني ما ورد على لسان عدد من المسؤولين سواء في وزارة الصحة أو مدير المستشفى الذي يتحدث بتكدس مئة جثة تقريبا في ساحة المستشفى. هناك قناصة يعتلون أسطح المباني في محيط المشفى، لا يستطيع أي أحد من الطواقم الطبية الخروج من ساحة من مبنى إلى آخر أو التحرك حتى في ساحة المستشفى، تجري عمليات قنص. فضلا عن الأوضاع الكارثية في الداخل، قبل لحظات أعلن عن ارتفاع عدد الضحايا سواء من أطفال الخداج أو حتى من المرضى إلى نحو 20 ضحية، ولا يوجد مياه ولا يوجد غذاء، يعتشون على ما بقي من التمر وأيضا المياه ربما غير الصالحة، ولا يوجد مخزون للأدوية ولا محطة الأكسجين أيضا باتت لا تعمل، وبالتالي حياة نحو 700 من المرضى من بقي منهم بطبيعة الحال على قيد الحياة، مهددون بالوفاة في أي لحظة جراء توقف كافة الأقسام، كما جرى عمليا في مشافي عدة خرجت عن الخدمة ولم يبقى سوى مستشفى واحد فقط في مدينة غزة ومستشفى المعمداني الذي قصف في أيام سابقة وكلنا نذكر، ويعمل بإمكانيات محدودة فقط في إطار الإسعافات الأولية. وبالتالي غزة أخليت من السكان، أفرغت من السكان تحت ضغط هذه الغارات وتحت ضغط يعني انعدام كل أشكال الموارد الغذائية من مياه ووقود ومنع المشافي من العمل، وبالتالي أصبح العيش في منطقة مدينة غزة وشمالها مستحيلا، وبالتالي نزع عدد كبير من المواطنين إلى مناطق الجنوب. من بقي في مدينة غزة الآن يصارع الحصار بين هذه العائلات التي ما تزال في وسط مدينة غزة أو في شمالها أو في غربها، بينهم مسنون، بينهم مصابون، والبعض الآخر لديه في داخل المنزل ضحايا، من حاول أن يخرج وجرى استهدافه تم سحبه مرة أخرى إلى البيت، وعدد من العائلات كثر عمليا يناشدون الصليب الأحمر الذي قال بأنه يراقب بقلق بالغ ما يجري، يحاول أن يقدم خدماته في الميدان، يجري تنسيق مع الجانب الإسرائيلي، ولكن هذه العمليات تسير ببطء ماجد، وحتى اللحظة هناك العديد من العائلات ما تزال عالقة في ظروف غاية في الصعوبة وفي ظروف محفوفة بالمخاطر، مخاطر نقص يعني كل الإمكانيات التي من شأنها أن تبقي الإنسان حيا مثل المياه والغذاء، فضلا عن مخاطر الاستهداف لأي من المواطنين الذين يحاولون الخروج. لذلك الصليب الأحمر كان بالأمس قال بأنه سيحاول إجلاء عدد من هذه العائلات، إجلاء عدد من هؤلاء المرضى المحاصرون أو الطواقم الطبية في داخل المستشفيات، ولكن ماجد إفراغ غزة حتى أيضا من الصحفيين أدى إلى شح المعلومات في هذه المنطقة، والجيش الإسرائيلي عمليا يواصل حصار هذه المدينة، وعلى ما يبدو بوفق إشارات يعني ماجد من بعض الشهود العيان بأن الجيش الإسرائيلي في مناطق شارع صلاح الدين الذي يتمركز فيها عند آخر نقطة تقريبا يحاول أن يقوم بأعمال تجريف واسعة، ولدى المواطنون أيضا شكوكا ولدى بعض التقديرات بأن الجيش ربما يريد أن ينصب حواجز ثابتة
ليفصل عمليا مدينة غزة، فضلا عما يجري في مناطق الجنوب. الآن الجيش يحاول أن يكثف يعني غاراته وقصف المدفع في المناطق الحدودية الشرقية، ويدفع بسكان المناطق الشرقية الحدودية في خان يونس ورفح إلى الوصول إلى قلب منطقة الجنوب، ليحصر كل مئات الآلاف من هؤلاء المواطنين في هذا القاطع القصير، وسط مخاوف عديدة من يعني مزيد من الضغط العسكري ليزحف المواطنون وتنفيذ المخطط الإسرائيلي باتجاه التهجير إلى سيناء. هذه كلها سيناريوهات عملية ماجد محتملة في ظل هذا التواصل لهذه الغارات، وسط ضعف الإمدادات وعدم دخول الكثير من المساعدات الإنسانية التي ما تزال في منطقة العريش في مصر. من خان يونس مراسلنا حازم البنا، شكرا لك حازم.